دلوقتي في مشكلة فعلا كل طلبة التالتة ثانوي في مادة الانجليزي دفعة 2024 بيعانوا منها. المشكلة ايه؟ ان احنا كلنا بنتساءل، هل الوزير السنة دي هيجيب السؤال بتاع الإيسي الشباب بطريقة السنة اللي فاتت دفعة 2023 اللي هو بيقول لهم write about 6 lines، اكتب حوالي 6 سطور about the following topic، عن الموضوع اللي جاي، ولا هيعمل زي السنين اللي فاتت وزي ما موجود فيه كتاب المدرسة اللي هو الستودنت بوك والورك بوك write an essay about 200 words. يا ترى يا شباب المشكلة دي هتتحل ازاي، ويا ترى ايه هو قرار الوزير، واحنا المفروض هنتصرف ازاي وهنعمل ايه؟ اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساش اللايك الجميل للفيديو عشان يوصل لغيرك، وما تنساش ان انت تسيب لنا كومنت لان الفيديو اللي جاي ممكن يكون علشانك انت، صدق دي وجرب كده. احنا ان شاء الله هدفنا ان احنا مش هدفنا ده شغفنا ان احنا نحل لك مشاكلك، حتى لو انت طلبت فيديو مخصوص يتعمل لك ان شاء الله يتعمل لك، لان ده بيعمل لنا سعاده كبيره جدا ان احنا نحل مشاكل طلبتنا اللي بتحبنا واللي بتتابعنا. طيب لو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده والمهمه اول باول. احنا دايما متابعين معاكم كل اسئلتكم وكل الحاجات اللي تهمكم بننزلها لكم بخصوص ماده اللغه الانجليزيه لطلبه الثانويه العامه. طب يا شباب والازهريه كمان عشان الناس ما تزعلش مننا، احنا بنهتم بالازهر جدا على فكره. طيب النهارده ان شاء الله عايزين نتكلم عن هذه المشكله. احنا ان شاء الله حلينا المشكله دي اوريدي، عملنا حوالي 27 مقال إيسي، دول ان شاء الله هيكونوا موجودين مع الشباب اللي معانا في ليالي الامتحان اللي هي الاكزام نايت. عملنا 27 إيسي متنقيين، 27 لا مستر كتير، لا مش كتير كاستعداد نهائي لان مش هعمل غير كده. طيب عملنا فيهم، عملنا ال 27 إيسي شباب بطريقه ال 200 كلمه وفي نفس الوقت ترجمناهم بالعربي، وبعدها اول ما خلصوا عملنا حوالي 5-6 ورقات فيهم نفس ال 27 إيسي هم بنفس العناوين ومترجمين بالعربي بس مكتوبين بطريقه 6 لاينز. حضرتك بمجرد ان انت جرب ايساي واحد بس اللي هو مكتوب مثلا بطريقه 200 كلمه وبعدين ارجع اقراه بطريقه 6 سطور، هتكتشف ان لا، المفروض ان انا ابدا اتدرب بالطريقه دي عشان اوصل لدي، ما ينفعش ابدا بدي عشان اوصل لدي. ازاي مستر؟ لازم الاول اقرا الايساي، لان دايما ايه المطلوب منك عشان تكتب إيسي؟ المطلوب منك عشان تكتب إيسي يا حبيب قلبي مش فكره ال 200 كلمه او فكره 6 سطور، ان انت تبقى عارف الموضوع ده بيتكلم مثلا عن مميزات وعيوب الفريلانسنج. احنا هنكتب مثلا عن مميزات وعيوب الفريلانسنج اللي هو العمل الحر، فحضرتك لازم تكون عندك افكار ايه هي المميزات، 1 2 3 ان انا ببقى عندي ريزيلينس او بيبقى عندي فليكسيبيليتي، بيبقى عندي مرونة او عندي حرية اشتغل في المكان اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه. 2 ممكن اقبل المشاريع اللي انا حاببها وارفض المشاريع اللي انا مش عايزها. الاول اعرف يعني ايه فريلانسنج. طب العيوب، ان انا ببقى حاسس ان انا عندي isolation، عزلة، مفيش social interaction، ممكن مفيش insurance تأمين، ومفيش مثلا البنفيتس اللي بتقدمها الوظائف الحكومية زي البيد فيكيشنز، ومفيش الاستابيليتي بتاعت الانكم، الاستقرار في الدخل. العيوب دي بقى والمميزات انت عارفها اوريدي، فهتكتب بيها بقى سواء 200 كلمه او 6 سطور. فهو ده يا شباب الحل بتاع المشكله، ان انت تفهم كل موضوع من ال 27 دول بيتكلم ايه افكاره، 1 2 3 4، والافكار دي بقى حضرتك اكتبها بطريقتك بالشكل اللي هيجيلك في الامتحان ده او ده. يبقى كده المشكله محلوله، ان انت مش هتبقى حافظ او مش هتبقى مضطر تحفظ الايساي اللي فيه 200 كلمه، ولا هتبقى مضطر تحفظ الست سطور، ولا حد في الامتحان اصلا هيعد وراك اساسا. يعني الفكره كلها يا شباب ان انت تبقى عارف هتكتب في الموضوع ده افكار 1 2 3 4. بس الفكره مثلا اكتب موضوع عن الاشجار، يبقى الاشجار دي تعتبر من الناتشرال ريسورسز المهمه جدا المسؤوله عن بقاء الحياه في كوكب الارض واللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها. طب ايه المميزات بتاعتها؟ رقم 1 تعتبر هوم، موطن لمعظم البلانتس والانيمالز، او معظم الانيمالز او البيردز او الانسكتس
دي انهابيتنت اصلا مكان او موطن لكثير من الحيوانات والحشرات والطيور. 2 بروفايد اس وذ اكسجين بتدينا اكسجين. 3 ابزورب كربون دايوكسيد. 4 هيلب تو سولف ذا بروبلم اوف كلايمت تشينج بتحل مشكله التغير المناخي اند جلوبال وورمنج. وصلت الفكره؟ مهم جدا ان احنا ما نقطعش الاشجار ونعمل ديفورستيشن، ومهم جدا ان احنا نزرع مور تريز، نزرع مزيد من الاشجار. الاشجار بتدينا شيد، ظل. الاشجار بتدينا بيودي، جمال. فاهمين يا اولاد؟ ولو عرفت ده بعد ما تقرا الموضوع هتعلم بقى بالقلم الفسفوري بتاعك على النقاط الاساسيه، وحضرتك هتبدا ان انت تاخد الافكار دي وتكتبها بطريقتك او تصيغها باسلوبك باي شكل من الاشكال. طبعا ال 27 ايسي العدد ده يعني حرصنا كتير جدا وعملنا ورشة عمل وقلنا ايه اللي ممكن يجي. احنا دلوقتي عايشين في عصر الاي اي، احنا عندنا دلوقتي في شباب بيشتغلوا فريلانسرز، احنا عندنا دلوقتي موضوع عن الاونلاين ليرنينج او الديستانس ليرنينج، عندنا موجة حر فممكن يجيب لك حاجة عن الكلايمت تشينج او الهوت ويذر. وصلت الفكرة؟ الاي اي، التكنولوجي، الذكاء الاصطناعي، الانترنت، الكمبيوتر، الاونلاين شوبينج، الدراسة في الخارج، اللغات الأجنبية، الـ current events زي مثلا أحداث فلسطين أو غزة اتكلمنا عنها على استحياء. فعملنا 27 مقال أو موضوع، نقينا برضك الحاجات اللي في كتاب المدرسة بحيث إن حضرتك تبقى خلاص هم الكام ورقة دول هقراهم والترجمة بتاعتهم بالعربي. ليه ترجمة بالعربي؟ عشان تثبت الفكرة عندك بلغتك الأساسية وتبقى عارف الكلمات بالإنجليزي، فالفكرة تبقى عندك متنظمة فتقدر تكتب سواء بالطريقه دي او بالطريقه دي. فالموضوع محلول لان احنا مش هننتظر بقى الملف ده يتنه مفتوح كتير، لا ده في خلال ساعتين ثلاثه خلص الموضوع ده وان شاء الله تقفل ويجي لك واحد من ال 27 مقال او موضوع. وده يا شباب معمول بنفس الطريقه لطلبه الازهر، والكورسات بتاعت ليالي الامتحان موجوده بثمن التكلفه، تقدر تشترك فيها من دلوقتي وتقدر حضرتك تدخل على طول على الموضوعات ديت، عاملين ليها فيديوهات يعني انا شرحها اريها موضوع موضوع. وفي نفس الوقت يا شباب هننزل لكم بردك على اليوتيوب عشان الناس بردك ما تقولش ان انت لازم تشترك، احنا عاملين الاشتراك بالنسبه لليالي الامتحان بثمن التكلفه. هتاخد الكود بتاعك، هتاخد شرح المنهج بالكامل، هتاخد شرح القصه بالكامل في بشكل مختصر ومنجز، هتاخد مذكره، هتاخد 12 امتحان منهم ال 10 بتوع كتاب المدرسه وامتحانات السنين اللي فاتت. وصلت الفكره؟ هتاخد 3 حصص زوم غير المنصه لايف، تمام؟ هنقعد مع بعض 3 حصص نراجع بردك على المنهج ونحل امتحانات شامله تاني في الحصه غير اللي موجوده على المنصه. هنعمل امتحان تجريبي كده متوقع في حوالي 140 ل 200 جمله متوقعين في ليله الامتحان ولمين المنهج كله. هنتدرب على الترجمه على كل حاجه. طيب هو الزامي بقى؟ لا مش الزامي، انا عملت الكورس بتاع ليله الامتحان بتاع الطلبه العام، والكورس بتاع ليله الامتحان بتاع طلبه الازهر العلمي، والكورس بتاع الامتحان بتاع طلبه الازهر الادبي، دول موجودين على المنصه تقدر تشترك فيهم من خلال الارقام اللي تظهر لك ديت. وان شاء الله اللي مش عايز يشترك فيهم ده مش اجباري بس ده الافضل. طيب انا ما عنديش الامكانيه اشترك، مفيش مشكله، هنحاول ان احنا على اليوتيوب ننزل لك على قد ما نقدر ونساعدك على قد ما نقدر. احنا بنحبكم في الله، وطبعا المنصه افضل في ليالي الامتحان اللي ديت سنه مصيريه، ما نحاولش بقى ان احنا في اخر حاجه والكورس ده لامم كل حاجه ان احنا نستخسر او ان نستخسر فيك او انت تستخسر في نفسك، فده مهم جدا يا شباب. فان شاء الله القضيه دي محلوله باذن الله، وهنحاول ننزل لك حاجه برضك متوقعه على اليوتيوب قريبا. مستر محمد جلال حبيبك، ما تنساش بقى اللايك الجميل، ما تبخلش على نفسك ان انت تخدم غيرك، الدل على الخير كفاعله. وفي نفس الوقت سيب لنا كومنت ايه مشكلتك وممكن الفيديو اللي جاي يكون علشانك. بحبكم في الله، بتمنى لكم التوفيق جدا 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 فوق ما تتخيلوا، ويا رب تكونوا احسن مني واحسن الناس، واشوفكم على خير في فيديو جاي. باي باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.